السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عدنان دلين. فيديو اليوم هو عبارة عن فيديو تمهيد للفيديوهات الجاية. الفيديوهات الجاية رح تحكي عن طريقة فك الـ FRB بالجوجل أكاونت، وطريقة فك البصمة أو باسورد لأي جهاز سامسونج بدون ما تضطر تفرمته. فرفعت لكم ملفات اسبوت وبوت ومودم لأغلب أجهزة سامسونج بمختلف الحمايات. فروابط التحميل رح تلاقوها كلها بالوصف تحت الفيديو. الحجم الكلي لهي الملفات حدود 4 جيجا ونص، بعد الضغط صارت 2 جيجا ونص. بإمكانك تحمل الملفات بشكل كامل أو بإمكانك تحمل الملف بشكل منفرد لجهازك. هلأ في ملاحظة صغيرة، بعد ما تحمل الملف رح يطلع لك بهذا الشكل. طبعا بعد ما تفك الضغط عنه ما هيطلع لك بصيغة TAR أو MD5 إلى آخره. فرح تحمل هذا البرنامج من الرابط اللي تحت الفيديو بالوصف، وطبعا تثبته بالطريقة الاعتيادية. رح تحمل البرنامج متوافق مع نظامك. بعدين رح ننتقل مثلا على الملف اللي بدنا نحوله، رح تعمل له اضافه للارشيف او اد تو ارشيف، ورح تختار الصيغه هون تي اي ار حصرا، ورح تعمل اوكي. رح يطلع لك ملف بهذا الشكل. هذا الملف يلي هو فيك تثبته عن طريق برنامج الاودين. فهالملفات جمع شخص اسمه جيوان جي اس ام. هذا كان كل شيء لليوم، استنونا بالفيديوهات الجايه. سلام عليكم.